بهذه المناسبة السعيدة جدا السعيدة جدا، شرفني وينورني واحد من أهم أساطير الكرة المغربية، الكابتن الكبير كابتن محمد التيمومي. يا كابتن محمد، مشرف ومنور، ألف مليون مبروك من قلب كل مشجع مصري، من قلب كل مشجع عربي. شكرا حبيبي، شكرا على التقديم وعلى هذا الوصف، شكرا على الاستضافة. ده شرف. أنا سعيد بدوري، أنا شخصيا سعيد بهذا الاهتمام وهذا المساندة وهذا الدعم العربي والإفريقي في نفس الوقت. يعني شوف، المنتخب المغربي ما كيمثلش المغاربة في هذا الوقت الحالي، كيمثل العرب، كيمثل الأفارقة. المنتخب تفضل شرف لي كلاعب من اللاعبين اللي مروا في الجيل اللي فات واللي قبل، يعني شرف كبير باش نكون ضيف عليكم. ده شرف كبير لينا يا فندم. حضرتك الشعب المغربي، اللاعبي المنتخب المغربي، الجهاز الفني للمنتخب المغربي، رفعت راسنا للسماء، رفعت راس كل العرب للسماء. فرحه مضاعفه اكيد لحضرتك، واحد من اساطير المنتخب المغربي والكره المغربيه. ازاي وصلت المغرب لهذه المرحلة الرائعة جدا في كأس العالم من وجهة نظرك؟ شوف، هذا حلم وتحقق. يعني حلم ووصل الحقيقة. يعني ما كان تحد، شوف المغاربة، جميع المغاربة يمكن تسألوا أي واحد يقول لك ما صعب أنه تكون المشاركة في كأس العالم. ولكن يعني نظرا الظروف، يمكن تغيير ديال المدرب الناخب الوطني في ظرف شهرين قبل انطلاق اكبر تظاهره عالميه، كان صعب صعب. يعني تغير المدرب للمدرب اخر صعب. وكان وشوف، هذه مساله اللي يمكن نبوح بها، كانت استشاره من رئيس الاتحاد المغربي الفوزي الخزاع مع 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 وليد الركراكي، بس لقاء باش يمكن يستقر معاه امور تتهمهم. ولكن شوف، وليد الركراكي قال لي انا نتقلد المسؤوليه، انا نتقلد المسؤوليه وغادي نكون ناخب وطني. صحيح. ما غاديش يمكن ينظر باش غادي يحقق النتائج، ما يكونش متوقع بانه يحقق النتائج اللي تحصلت الان، ولكن هو خداها من نوع من ناحيه ديال التحدي. يعني خدا المسؤوليه، راهن عليها، ولكن وصل بالاداء، بالنتيجه، بالعروض اللي قدمها الان على ارض الواقع. يعني ما سيد، شوف وليد الركراكي تيتحلى من غير المسائل الشخصيه ديالو، يعني مدرب اللي هو كفء يعني وجدير بالكفاءه ديالو. صحيح. يعني شوف المرور ديالو مع التحيل القطري، البدايه كانت مع التحيل القطري، ثم الفتح الرباطي، ثم الوداد البيضاوي، قدم معاهم، حقق معاهم القاب اللي خدعات ليه باش يتقلب هذا المنصب ديال نخيب وطني مغربي، وانسان اللي هو يستاهل ويستحق يعني بجداره واستحقاق. صحيح صحيح. اي اللاعبين لفتوا نظرك في هذه البطوله؟ اي اللاعبين شايف انه لهم جزء كبير في وصول المغرب لهذه النقطه من كاس العالم؟ شوف، انا يمكن شوف لما تتكون نتائج بهذه الطريقه وتكون العرض بهذه الطريقه، فكانت يعني ما كتديرش الاستثناء. فجميع العناصر، انا ولكن بامتياز المرابط، وعندك الحارس بونو، طبعا بونو والمرابط، وزيد عليهم هذا النصيري، طبعا فهادو قدموا عروض في المستوى المطلوب. صحيح. يعني في مردوديه ايجابيه كبيره. صحيح. فهمتي، باقي العناصر قدمت العرض ديالها، يعني بالشيء اللي كيطلبوا الناخب الوطني، وقدموا المردوديه الايجابيه. تقول ايه للمنتخبات العالميه اللي قدرت المغرب تهزمهم في كاس العالم، اللي انتقدوا الاسلوب اللعب الدفاعي للمنتخب المغربي؟ انا يمكن نوجه لهم واحد النداء. يعني شوف، ما كاينش احتقار في اللعبه، ما كاينش يعني منتخبات متوسطة الآن، ما بقاتش هذه اللغة هذه في الحدث الكبير العالمي. فهمتني، كرة القدم تتلعب في المحيط المستطيل. صحيح. يعني لازم تكون عندك اجتهاد وعناء وتضحية باش يمكن تقدم النتيجة الإيجابية والعرض المناسب. فأظن بأن هذه المنتخبات
يعني شتي لا 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 المجموعه اللي قطع المنتخب المغربي لا شيء من السهل يعني يعني من العيار ثقيل. اظن بانه الفريق الوطني يعني الان واحد الوضعيه اللي ما يمكنش يهاب شي منتخب من المنتخبات كيف ما كان النوع ديالها. يعني المنتخب الفرنسي ولا الانجليزي يمكن الفرنسي هو اللي غادي يكون الخصم المقبل، فغادي ناخذوه بنفس نفس المقياس نفس المردوديه ونفس الرسم التكتيكي. هذه نقطة القوة عند الفريق الوطني المغربي. طيب كابتن محمد كابتن محمد نعم. المنتخب الفرنسي يعني يمتاز عن باقي المنتخبات الكبيرة اللي واجهها المنتخب المغربي انه عنده حلول كثيرة جدا للوصول للمرمى، سواء التصويب من الخارج، الكرات العرضية، المهارات الفردية عند كثير من اللاعبين اللي بتفك كثير من الطراسم الدفاعية. المنتخب المغربي يقدر يكمل الحلم ويهزم المنتخب الفرنسي؟ لا شوف انا غادي يمكن نتفادى حاجه امام الناخب الوطني المغربي وليد الركراكي، هو يمكن الاصابات اللي غادي يمكن تعوق ليه المشكل ديالو، يمكن الجانب البدني يعني اللاعبين شفناهم كيفاش لعبوا المباراه ضد اسبانيا، الاصوات الاضافيه والضربات الترجيحيه. ربما هذا الجانب اللي غادي يمكن يعوق المنتخب المغربي في المواجهه ضد فرنسا. الباقي فنفس الرسم التكتيكي اللي مشى به وليد الركراكي منذ انطلاق المباريات من كرواتيا لكندا لبلجيكا لاسبانيا البرتغال، فنفس الطريقه غتمشي نفس الطريقه، ما عندوش بديل ما عندوش تبديل ما عندوش استبدال، فغادي يمكن يمشي بالرسم التكتيكي، وهذه نقطه القوه داخل الفريق الوطني المغربي. صحيح كابتن الكبير كابتن محمد التيمومي أسطورة كرة القدم المغربية، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وبهنيك على فوز المنتخب المغربي ووصوله لنصف نهائي كأس العالم.